هو المناخ متقلب حقا، لحقاش معروفة روسيا راه باردة شوية على الدول العربية أخرى، ولكن واخا يعني الجو سخون حاجه وحده، يعني تقدر تكون بوسيبل، كان امكاني انه ربما تطيح الشتا، ولكن حتى الشتا كتكون سخونه في الليل اللي كطيح السمراء، يعني كاين البرد ولكن ماشي شي حاجه غريبه. يعني حنا كنعيشوها حتى في عندنا هنايا مثلا في المغرب. ولا بالنسبه للناس اللي غادي يشدوا الطريق، الاغلبيه اللي غادي يسافروا في التران، انا تنصح الناس تمشي في التران. علاش؟ التران تري كونفورتابل عندنا في روسيا، و بلا ما يديو معاهم الماكله، من غير الا بغى شي واحد شها شي حاجه وخافها ما يلقاش، لحقاش في التران دائما كاين تماك يعني كاين ماغازان، كاين ناس كيدورو كيبيعوا لك اي حاجه تشهيتيها، وخا حتى ما تكونش مشهيه ولا باغيه ولا ما فيكش الجوع، حتى ممكن بزاف الحوايج بنان تماك. يعني واحد فاش يركب في التران ما يخافش انه غيبقى بالجوع، وخا مسافه تكون طويله وساعات كثيره، كاين الماء، كاين مشروبات غازيه، كاين الاكل، كلشي يعني كلشي كاين في التران، ما يخافوش. بالنسبه للسياح اللي غادي يبغيو ياخذوا لي سوفونير من تما، بحال ماتريوشكا الروسيه، الشابكا، كاينين بزاف الحوايج تما زوينين، من الافضل انهم يسولوا على البازار، يشريو من البازار، حيت تما غيكون اختيار كثير وغيكون رخا، وممكن الواحد يتشطر تما، يعني راه في روسيا راه كاين مشاطره. احسن انهم ياخذوا من لي ماغازان كيكونوا الاسمنه غاليين. وبالنسبه لمدينه سان بيتربورغ، معروفه انها اغلى مدينه، يعني الا كانوا غادي ينتقلوا من مدينه لمدينه، من الافضل انهم بلا ما يشريو من تما، حيت غتكون اثمنه طالعه. وحاجه اخرى، في كل مدينه بالنسبه للسوبر مارشي، مثلا واحد اللي غيمشي غيتقدى يشري شي حاجه ديال الماكله ولا اي حاجه، يقدر يلقى باللي الثمن مثلا ديال الحليب مثلا في موسكو ماشي هو ثمن الحليب اللي كاين في سان بيتربورغ، عادي. يعني راه كل مدينه وثمنها، مش بينقولش لا هادو زادوا علينا ولا ما كاينش هادشي، يعني كل مدينه وكتحط الاسمنه ديالها.